عليكم، معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا 24، وهذه حلقة جديدة. هذه الحلقة مخصصة إلى أخوتنا وأبنائنا العراقيين الطلاب والطالبات الذين طلعت نتائجهم هذه الفترة. طبعا سوف تكون الحلقة باللهجة العراقية، أعتذر عن الأخوة العرب إن كانت لهجتنا شوية ثقيلة العراقية، لكن حتى تواصل مباشرة. الحلقة سوف تكون بعناوين رئيسية أساسية، هي الدراسة أونلاين وجامعات شنغهاي والدراسة بالإنجليزي طب العام وطب الأسنان والصيدلة، كذلك أقل معدل ممكن، وأيضا مجموعة أخرى من الأسئلة والأجوبة. أنا حصرتها بتقريبا 10 أسئلة وسوف أجيب على هذه الأسئلة واحدة وراء الثانية إن شاء الله. فقبل أن نبدأ أتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس والتواصل ويانا حتى نبقى على تواصل معكم. فأهلا بكم. أول هاي المواضيع هي الدراسة بالإنجليزي. طبعا نصف الأسئلة اللي تجينا هي الدراسة بالإنجليزي للطب العام وطب الأسنان والصيدلة. بالنسبة للصيدلة حاليا ماكو أي جامعة روسية فاتحة بالإنجليزي على حسب علمي. طبعا احنا نتكلم عن الجامعات المعترف بها بالعراق من قبل إدارة البعثات، لذلك حاليا موجود يمكن جامعة وجامعتين من ضمن القائمة اللي هي حوالي 100 وكسور تدرس، ممكن أن تقبل حاليا الطلاب لدراسة الطب العام وطب الأسنان بالإنجليزي مباشرة. حاولوا أن تواصلوا ويانا إذا كانت عندكم جواز والشهادة استلمتوها. طبعا على حسب علمي النتائج طلعت قبل فترة بسيطة، فلذلك يعني احتمال الشهادة ما تكون موجودة، ماكو مشكلة، احنا بالبداية نقدم لكم على الجواز وبعد ذلك نتابعكم لبقية الأمور. بالنسبة للسؤال اللي هو شاغلكم كثير وهو موضوع جامعات شنغهاي، يا أخوان جامعات شنغهاي هي عبارة عن جامعات في العالم ضمن تصنيف شنغهاي. دائرة البعثات المحترمة وكل التقدير لها قالت أنه أول 500 جامعة من أي جامعة بالعالم ما يحتاج الطالب أنه يفتح، يعني ما يحتاج الطالب أن يكون عنده معدل 80 فما فوق. اللي ما يعرف هاي الشغلة وهاي شغلة جدا مهمة ركزوا عليها، أنه الطالب لازم يكون معدل 80 فما فوق حتى يفتح ملف بدائرة البعثات أو الملحقية الثقافية العراقية بموسكو لدراسة الطب، يعني الطب العام وطب الأسنان والصيدلة. إذا معدلك 79 وكسور ما راح يفتحوا لك ملف إلا إذا كنت عندك واسطة قوية. يعني المهم هاي نكتة هنا شنو قالوا؟ قالوا الجامعات اللي من ضمن أول 500 جامعة خلص تقدم عليها مباشرة وما يحتاج تفتح، يعني ما يحتاج معدل تفتح ملف. طبعا هاي السنة هن طبعا ثلاث جامعات، جامعة موسكو وجامعة سان بطرسبورغ، طبعا جامعات حكومية ولست أهلية، ماكو شيء اسمه جامعة أهلية بروسيا، وجامعة نوفسيبيرسك أيضا حكومية. طلعت جامعة نوفسيبيرسك خلاص لأن تصنيفها نزل من مو منظمة الأول 500 صار 600 وكسور فانشالت. فقط عندنا فقط جامعتين، جامعة موسكو الحكومية في موسكو وجامعة سان بطرسبورغ في سان بطرسبورغ. هاي الجامعتين خلاص سدوا التقديم بعد ماكو تقديم. لكن هل هذا يعني أنه الطالب ما يقدر يعني يقدم عليها؟ لا يقدر يقدم. شلون؟ انسوا الدراسة بالإنجليزي، احنا نتكلم عن دراسة بالروسي. احنا نسوي لكم كورس تحضيري، سنة تحضيرية كورس باللغة الروسية، طبعا راح تكون لغة روسية وبيولوجي وكيمياء في اي جامعة اخرى حكومية. السنة الجاية ان شاء الله نقدم لكم على واحدة من هاتين الجامعتين، بس مو تقديم مباشر حتى اكون وياكم صريح، تروحون تمتحنون حالكم حال غيركم. هاي الجامعات جدا راقية يا اخوان ومستواها راقي، مستوى راقي يعني الدراسة بها مو سهلة وحتى التقديم لها أيضا مو سهل. اللي يقول لكم أنا أضمن لكم 100% أنه تقبل بهاي الجامعة أو يعني من هاي الجامعات فهذا إنسان غير صادق. أنا أتكلم وياكم بصراحة لأن هاي قناتنا نحاول نتكلم بصراحة وياكم. هذا ما يخص الجامعات شنغهاي. هسه نجي إلى السؤال اللي يعني طبعا دائما هذا السؤال وخاصة العراقيين، فقط العراقيين يحكي وياك اسبوعين ثلاثة واخر شيء يقول لك عندك مكتب. هو المكتب لمن؟ المكتب اذا ما كانت عندك ثقة بالمقابل، اذا انتم عندكم ثقة بينا تواصلوا ويا انا مباشرة انا خالد العامري، فهذا المكتب راح يعتبر مكتب وسيط. انا ليش ادفع لابو المكتب مبلغ اضافي؟ ليش اخلي بيني وبين الطالب مبلغ اضافي؟
هو الطالب اصلا مش له قلبه ويا دوب لامها. لذلك مساله المكتب هي فقط تحصيل حاصل. المكاتب يا اخوان تعرفون هاي ما تشتغل ببلاش. اذا انا دزلك على المكتب، طبعا موجود اكو مكاتب عندنا بغداد، عندنا كركوك، عندنا حتى بالبصره، اذا دزلك على ابو المكتب فتاكد انه ابو المكتب راح ياخذ فلوس اضافيه غير المبلغ اللي احنا ناخذه كعموله. فهاي انا اتمنى تكون النقطه واضحه. اذا ما عندكم ثقه بينا يعني بامكانك انه ما تواصلوا، يعني تروح مباشره على المكاتب الموجوده بالعراق وهي ما شاء الله مو قليله. السؤال اللي ينسال حاليا، ليه تنفتح التقديم؟ هو التقديم ترى مفتوح صار له حوالي 4 شهور بالمناسبه للي ما يعرف. اذا انتم توكم ممتحنين حاليا بالعراق وتوهم طلعت النتائج، هاي مو يعني انه بروسيا بعدها ما مفتوح التقديم، التقديم مفتوح وراح ينسد نهايه هذا الشهر. اغلب الجامعات راح تسد التقديم نهايه هذا الشهر. زين السؤال يقول لك انا يابا حتى شهاده ما طلعت، او انا مثل اكمال دور يعني دور ثاني. اللي عرفته انه الاكمال اعتقد يمتحنون يوم 11 يوم 10 11 شهر 11 يعني الشهر الجاي. فشلون الحل؟ الحل هو كالاتي، اذا عندك جواز سفر بالزينة نقدم لك يسمونه قبول اولي، وبعد ذلك بس تنجح ان شاء الله تدز لنا شهاده او تدز لنا النتيجه مالتك ونكمل لك القبول يعني على الشهر الجاي. فهذا حل وسطي احسن ما يروح عليك التقديم، لان اذا سد التقديم بعد ما ينفتح. سالني اليوم واحد من الطلاب يقول لي طيب اذا نسد شو وقت ينفتح؟ ما ينفتح السنه الجايه، يعني راح تقعد لك السنه الجايه يعني سنه كامله عندك بالبيت. فانتم شوفوا اذا تفيدون هاي الفتره، احنا عندنا موجود فتره سماح، دزونا جوازاتكم ودزونا اذا عندكم شهاده من العام الماضي او يعني او تنتظر شهادتك تطلع، تواصلوا ويانا ونقدم لكم على سنه تحضيريه كورس لغه روسيه. وبعد هاي السنه التحضيريه راح تكون يعني بعدها راح تشوفون التخصص اللي يناسبكم. السؤال الاكبر واهم سؤال بهاي الحلقه، الدراسه اونلاين. هاي الدراسه اونلاين طبعا شارع قربكم بالمناسبه يا اخوان يا اخوات. الدراسه اونلاين لا تخوفكم. الدراسه يعني شنو معناها الدراسه؟ انت بدل ما تجي وتسافر على روسيا وتقعد بالحصه او بالصف وتستمع للاستاذ او الاستاذه، راح تفتح عندك الحاسبه، اكيد عندكم حاسبات انتم مو موبايل وانما من الحاسبه، برنامج خاص عندك المدرسه او المدرس موجود وياك ويبدا وياك شويه شويه. هاي شهر شهرين ثلاثه ما راح تستمر. ليش ما راح تستمر؟ لانه الاغلاق مو من صالح روسيا ولا من صالح الجامعات الروسيه. اللي يقول لك حاليا اكو دعوات للطلب العراقيين فهو يعني واحده من اثنين، يا اما يكون كاذب يا اما يكون انسان ما عنده اي فكره عن الموضوع. حاليا ماكو دعوات للعراقيين، فقط مباشره دراسه اونلاين. والدراسه الاونلاين لا تخوفكم، هي فتشي وقتي وتخلص وبعد ذلك نسوي لكم دعوات وتحصلون على الفيزا وتجون هنا الى روسيا تداومون. واحد من الاخوان كلمني قال لي على شرط مصر والثاني على شرط اسطنبول تركيا. قال لي اكو ابو مكتب ما اعرف من وين قاعد، هذا يقول انا اعطيكم جارنتي يسوي لكم دعوات بس على القنصليه الروسيه بالقاهره او القنصليه الروسيه باسطنبول، وانت يا عراقي تروح على مصر ومنك تطلع الفيزا. يا اخوان هاي شكم بيها؟ يعني هسه الولد هذا اللي قال لي ما عنده اي فكره، ولد شاب يعني توه متخرج. مستحيل الجامعه هنا بروسيا تسوي دعوه لطالب على القنصليه الروسيه بدوله غير دولته اذا ما كان مقيم بذيك الدوله. بما معنى انت اذا عراقي راح يسوي لك دعوه يا اما على بغداد على المنصور القنصليه الروسيه، يا اما على اربيل، يا اما على البصره البرضعيه. انت كعراقي باعتبار مقيم داخل العراق، اذا انت عراقي مقيم خارج العراق لازم تجيب مستمسك انه عندك اقامه سياحيه بتركيا او اقامه 6 شهور او سنه بالنسبه لمصر. فاللي يقول لكم يا اخوان، وهاي نصيحه لوجه الله، اللي يقول لك انا اسوي لك على الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه، فهذا مثل ما قلت انا يا اما انسان لا سمح الله كاذب او انسان ما عنده اي فكره وبس يريد يستفاد. احنا ننصحكم ونصيحه لوجه الله، وانتم كيفكم. تسالون دائما هذا السؤال، شنو المسمسكات؟ ماكو مسمسكات، بس اول صفحه من الجواز هاي بالنسبه للمسمسكات، واذا عندك شهاده ادسها، اذا ما عندك شهاده انا بالنسبه لي ما عندي مشكله اسوي لك قبول خلال 3 ايام بعد ما ادس الجواز ودز المقدم، اسوي لك قبول خلال 3 ايام. واحنا اسعارنا نكون على ثقه. اكو بعض الشباب يقول لي انا والله حصلت هيك سعر هيك سعر، احنا بالنسبه لنعطي المجموع، انا اعطي القسط الدراسي واتعابنا وترجمه الجواز والتامين الصحي والفحوص الطبيه والاقسام الداخليه الجامعيه، هاي كلها نعطيها مع بعض. يجيك واحد يقول لك هذا حصلت ارخص، شلون؟
هذا ما يحسب لا الأقسام الداخلية ولا التأمين الصحي ولا فحوص طبية وغيرها، وعلى أساس يقلل من المبلغ، بس بالنهاية إذا تحسبها هي ترى نفس الشيء. لذلك أنتم شوية انتبهوا، خاصة لأصحاب المكاتب، شوفوا إيش قد محملين المبلغ. إذا كان أكثر من 2000 دولار، هي من 1800 إلى 2000 دولار، هاي شامل كل شيء. أكثر من 2000 دولار وخاصة بالجامعات العادية، ما أقول لك بالجامعة لا سان بطرسبرغ ولا موسكو، فأنتم تأكدوا أنه أبو المكتب هذا محمل المبلغ أو محمل الموضوع أكثر من طاقته، يعني ما أخذ لك وش مبلغ. لذلك انتبهوا لهذا الموضوع. السؤال مثل ما قلت بداية الحلقة، تسألون يعني هاي جامعة حكومية ولا جامعة أهلية؟ روسيا ما بها جامعات أهلية، كلها جامعات حكومية، وجامعة حكومية معترف بها طبعا داخل روسيا، ولا أصلا ما يقدر يسوي دعوة. هاي الملاحظة، إذا الجامعة سوت لك دعوة دراسية، إذا هاي الجامعة تمام ما عندها أي مشكلة. إذا الجامعة ما قدرت تسوي لك دعوة، فهاي الجامعة بها مشكلة. هذا واحد. ثانيا السؤال، أنا شنو المعدل المطلوب؟ ماكو معدل مطلوب هنا، روسيا ما يطلبون معدل. روسيا تعال تدرس، تعال مثلا إذا بالروسي سنة تحضيرية، ورا سنة تحضيرية وين ما تكمل بنفس الجامعة أو غير جامعة عندك امتحان. بالنسبة للجامعة الطبية عندك امتحان ورا سنة تحضيرية باللغة الروسية والبيولوجي والكيمياء، جماعة الهندسة عموم الهندسة بالفيزياء والرياضيات واحتمال بالحاسبة طبعا واللغة الروسية أكيد. لذلك كل تخصص إلى امتحاناته وللمادة اللي طبعا راح يدرسها الطالب. هاي مسألة مهمة، أنا ما أريد أطول عليكم الحلقة، طبعا أكو أسئلة هواية بعد، بس أنا حاولت أنه أحصر الأسئلة الرئيسية. أتمنى أنه أكون جاوبتكم على الأسئلة التي تسألونها دائما. ملاحظة مهمة، رجاء رجاء يا شباب، رجاء اللي بعده ما مخلص دراسة وما يفكر يدرس هاي السنة، خلي يرتاح، يعني لا يزن علينا. أكو واحد يعني ظل وراي يمكن أسبوعين يومية سؤال، وآخر شيء يعني عرفت بال يعني بأنه بعده بالخامس العلمي. زين أنت بعدك بالخامس العلمي، خلي الله يخلصنا من هاي الكورونا، وإن شاء الله السنة الجاية إحنا حاضرين بإذن الله إذا عدلين. هذا ما أريد أن أقوله هاي الحلقة. حاولت أن أتكلم باللهجة العراقية، ما أعرف يعني اللهجة العراقية مضبوطة ولا. أتمنى أنكم استفادتوا منعته، أتمنى أنه تشتركون، تراسلونا دائما وتكتبوا لنا، الإيميل موجود والواتساب موجود. إذا الواتساب سرقية ما أرد عليكم، اكتبوا لي على الإيميل، أنا أجاوب على الإيميلات دائما. هذا طبعا كل شيء. بالنهاية كان معكم خالد العامري من قناة صنع في روسيا 24. دمتم في أمان الله.